الشريك والصاحبة والولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم ومرحبا في المحاضرة رقم 3 من شرح الخرائط الذهنية المترابطة لسورة القرآن الكريم. النهاردة هناخد سورة آل عمران، مقصدها أو موضوعها العام أو هدفها إثبات وحدانية الله، إثبات وحدانية الله. قبل الحديث عن السورة نسأل سؤال: من هم آل عمران؟ يعني أصل كلمة آل، آل يعني أهل، أهل عمران، عيلة عمران، زي ممكن عندنا في البلد عيلة فلان. آل عمران بيتكون من أربع أفراد، أول واحد عمران الأب، والراجل ده إحنا ما عندناش عنه أي معلومة خالص. وربنا سمى سورة، ثاني سورة في القرآن الكريم، سورة كبيرة جدا باسمه. يعني ممكن يكون إنسان مش عارفين عنه أي معلومة خالص وهو له عند ربنا قدر إيه؟ من هم آل عمران؟ أول حاجة عمران الأب، اثنين زوجته هي امرأة عمران اللي هي أم سلمين، هذه المرأة التي نذرت ما في بطنها لله عز وجل واسمها حنة بنت فقودة. بعد الأب والأم هنا بقى البنت اسمها إيه؟ مريم، وابنها اسمه إيه؟ هؤلاء الأربعة اسمهم آل عمران. يبقى النهارده يا جماعة نتكلم عن عيلة عمران اللي هم الأربعة دول. هذا الاسم إيه علاقته بقى بالسورة؟ هذا الاسم آل عمران فيه إشارة عظيمة في الرد على النصارى الذين أنه عيسى عليه السلام، فهو يشير إلى الأصل عيسى البشري، فهو من مين؟ من آل عمران. هذه السورة بترد على النصارى، فربنا جاب لهم في هذه السورة قصة ميلاد عيسى لله عليه وسلم، وابن أمه اسمها كذا وجده اسمه كذا. يعني عيسى ده ليس إله وإنما هو واحد من إيه؟ من البشر. هذا الاسم آل عمران لنقل النصارى للاقتضاء بهم بالطاعة والتشبه بهم باتباع دين الحق. هذه العيلة عيلة عمران، آل عمران كان عندهم اجتهاد بطاعة الله عز وجل، وكأن ربنا عز وجل يقول لهم يا نصارى الموجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بآل عمران في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. طب إيه؟ ما هي علاقة سورة آل عمران بسورة البقرة؟ ما هي علاقة سورة آل عمران بسورة البقرة؟ ثم علاقتهما بالفاتحة. حذرت الفاتحة من صنفين من الناس، المغضوب عليهم ومين؟ سورة البقرة حسب مين؟ حسب عن اليهود اللي هم المغضوب إيه؟ والآن نتحدث عن سورة آل عمران التي تتحدث عن مين؟ عن النصارى اللي هم مين؟ الضالين. هذه السورة قسمين، سهلة جدا وأنت بتصلي ورا الشيخ استشعر إن إحنا معانا حاجتين قسمين. القسم الأول من السورة الحديث عن آل عمران ثم قدوم وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده القسم الأول من السورة حوالي 120 آية. القسم الثاني من السورة حديث عن غزوة أهي يا جماعة، هذا القسم الأول. القسم الأول 120 آية من 1 إلى 120، وأبرز موضوعاته الحديث عن آل عمران ثم قدوم وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 هجرية. القسم الثاني 80 آية من 121 إلى 200 نهاية السورة، وأبرز الموضوعات غزوة أحد سنة 3 هجرية. نعيش بقى في جو السورة. إيه الأحداث المحيطة بنزول سورة آل عمران؟ أجمع علماء التفسير والسيرة أن صدر هذه السورة يعني أولها مقدمتها يعني نزلت بسبب قدوم وفد نصارى نجران. نجران دي بلد في السعودية، موجودة ده اسمها نجران، بلد كبيرة جدا اسمها نجران. جاء وفد من نصارى هذه البلد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كانوا 60 راكب فيهم 14 رجل من أشرافهم، وكانوا قد وفدوا إثر صلاة العصر عليهم ثياب الحبرات وجبن وأرضية. فقال بعض الصحابة ما رأينا وفدا مثلهم جمالا وجلالا، وأقاموا أياما ينظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بالبراهين الساطعة، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. أو الحديث هو عن حذيفة جاء العاقب والسيد صاحب نجران، يعني السادة الكبار في نجران، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال الملاعنة إن واحد الثاني علي لعنة الله أو يسبني لعنة الله وكنا غلطان، يريدان أن يلاعناه. فقال أحدهم الآخر، واحد السيد العاقب يقول بعض، فقال أحدهم لصاحبه لا تفعل، فوالله لأن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن
واللعنه بنلعنه على سبب اللعنه، فربنا يعدنا بيلعن مين؟ اولاد. اقول لك خلينا نلم الضوء ايه؟ ونسكت وخلاص يمكن يكون ده بفعلا. قال انا نعطيك ما سالتك يا محمد، احنا نديلك انت ايه؟ احنا نديلك اللي انت عايزه. وابعث معنا رجلا امينا عشان يستلم منها الفلوس اللي انت ايه؟ اللي احنا ايه؟ انا بعتها لك. ولا تبعث معنا الا ايه؟ امينا. فقال بعثنا معكم رجلا امينا حق امين. فاستشرف له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الصحابه عايز يفوز بالكلمه دي، امين حق ايه؟ امين. فقال قم يا ابا عبيده بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امين هذه الامه. ده امين هذه الامه. عرفت بقى القصه اللي من اجلها سمي ابو عبيده بن الجراح بامين هذه الامه؟ هي دي الايه؟ هي دي القصه اللي راح معاه لقبض الايه؟ المال من نصارى ايه؟ من نصارى نجران. دي ايه المباهله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا، اثنين مختلفين في مسألة عقدية، فيقول الأول الآخر يا ربي لو أنا الذي على الباطل العني واغسل بيه الأرض، ثم الثاني يأتي ويقول نفس الكلام، وهذا أمر يحتاج إنسان يقينه مثل الجبل. يقول إيه؟ طبعاً يا جماعة المباهلة ديت مش أي اثنين هيختلفوا مع بعض في مشكلة صغيرة كده إيه؟ يجوا على بعضهم باللعنة، لا دي بتتكلم فين؟ هذا يكون ايه؟ لإحقاق الحق وإزهاق الايه؟ الباطل، ودي السنة في مبادرة أهل الايه؟ أهل الباطل إذا قامت عليه الايه؟ حجة الله، والأول طبعًا عدم التوسع في هذا الايه؟ الباب. المهم لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه كام يوم يجادلوه في عيسى، هم مش مقتنعين بكلام النبي محمد، والنبي محمد مش مقتنع بإيه؟ بكلامه، قالوا خلاص قابلنا بينهم بعد ايه؟ المباهلة. فمين رفض المباهلة؟ هم اللي رفضوا المباهله. فالنصف الاول من سوره آل عمران يتكلم عن وفد نصارى نجران للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني بقى بيتكلم عن احداث غزوه ايه؟ احد. ثلاث كام هجريه؟ ثلاثه هجري. عندنا احداث الغزوه، وعندنا دروس مستفاده من الغزوه، وعندنا مدح الصحابه الذين خرجوا في غزوه حمراء الادب اللي هي كانت ثاني يوم لغزوة أحد لما خرجوا، يعني في اليوم الثاني لغزوة أحد بعد ما أخرجوا من إيه؟ الجروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد بايس يقول أنا شفت دلوقتي إن في عندنا قسمين في السورة. القسم الأول بيفوت وفد نصارى نجران وغزوة أحد. إيه علاقة ده بقى بالبنية الوحدانية؟ ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيجادل نصارى نجران في إيه؟ في وحدانية الله سبحانه وتعالى. والدلالة على وجود هذا المحور كثيرة جدا. أول حاجة بدأت السورة بلا إله إلا الله. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمام. ثاني حاجة إن في كل سورة القرآن الكريم التي افتتحت بالحروف المقطعة وعددها 29 سورة يأتي الحديث عن القرآن بعض الأحرف المقطعة مباشرة، إلا طبعاً في أربع سور. سورة آل عمران هي السورة الوحيدة التي فصل بين الأحرف المقطعة والحديث عن القرآن الكريم، فقد فصل بينهم بالتأكيد على مين؟ على الله. شوف كده ألف لام مين؟ فين بقى؟ الكتاب أهو. إيه اللي فصل بالحروف المقطعة؟ وتبت الكتاب، وفي كل السور بيأتي اسم الكتاب أو القرآن بعد الحروف المقطعة مباشرة، إلا هنا ربنا فصل بإيه؟ الله لا إله إلا إيه؟ إلا هو. ايضا في الايه رقم 6 ياتي الرد على ادعاء النصارى ان عيسى عليه السلام اله، لان الله صوره في الارحام فكيف يكون الها؟ ولذا ختمت الايه رقم 6 باثبات الايه؟ التوحيد. قال الله عز وجل هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم.
ربنا بيقول لهم ان عيسى اللي انتم بتعبدوه مولود من امراه اسمها مريم، وما الذي صورهم في الارحام؟ الله سبحانه وتعالى. ازاي انتم ايه؟ ازاي انتم بتعبدوه؟ ايضا اثبات بشريه عيسى عبر الحديث عن ولاد امه، يعني ربنا يحكي لنا في الصوره ولاد عيسى ولاد مريم ايضا، وهذا لابطال ادعاء النصارى لالوهيه عيسى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اثبات لوحدانيه الله سبحانه وتعالى. ايضا تحديد الصوره عن ال عمران والحياه بلا اله الا الله، وليس فقط عن قول لا اله الا الله. ذكرت الصوره الكريمه شهاده التوحيد في الصوره خمس مرات، خمس مرات ربنا يذكر فيها كلمه التوحيد، وده يا جماعه ما جاش في اي صوره ثانيه ابدا في القران الكريم. اول حاجه في الايه رقم 2 قال الله عز وجل: الله لا اله الا هو الحي القيوم. وفي الايه هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. ومرتين في الرقم 13 شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالنسبه لا اله الا هو العزيز الحكيم. والاخير في الايه 62 إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فهل تكرر هذا الحشد في سورة أخرى في القرآن الكريم؟ الجواب هذا الحشد بشأن التوحيد هو الأكثر تكرارا في القرآن الكريم. دي أول خريطة، إن إحنا قسمنا السورة إلى قسمين، القسم الأول نتكلم عن وفود وقت ايه؟ حضور وقت نصارى لقران النبي صلى الله عليه وسلم، واخر تمام ايه نتكلم عن ايه؟ عن احداث غزوه احد. هناخد كل قسم ونعمله كده لوحده. ده القسم الاول اللي هو اول 120 ايه من سوره ال عمران، وابرز الموضوعات حضور وقت نصارى لقران الى النبي صلى الله عليه وسلم 30 هجري، اثبات الوحدانيه والنبوه وصدق القران وان الدين عند الله الاسلام من واحد غير كام؟ 32. ثم بدايه الحديث عن ال عمران في قصه مين؟ بلاد مريم، ثم قصه زكريا، ثم قصه ايه؟ عيسى. ثم الرد على من زعم الوهيه عيسى وايات المباهله مع وفد نصارى نجران من 59 ل 63. ثم تعنيف نصارى نجران لعدم ايمانهم بالنبي وتحذيرهم سوء المصير عبر ست نداءات من 63 ل 99. عندنا قل يا اهل الكتاب ثلاث مرات، الاولانيه والخمسه والايه؟ والسته، واللي في النص يا اهل الكتاب من غير كلمه ايه؟ قل. يبقى قل يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب، دي ست نداءات رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلم فيها مين؟ بيكلم فيها نصارى ايه؟ نجران، اللي ما اقتنعوش وخافوا بعد كده من ايه؟ من المباهله. ثم بعد ذلك توجيهات للمؤمنين وبيان احوال اهل الكتاب. القسم الثاني بقى من السوره اللي هو حصل ايه؟ احداث غزوه احد. اول حاجه من 120 ل 180 وتشمل احداث غزوه احد 3 هجريه، ثم دروس مستفاده من غزوه احد، ثم امتنان الله تعالى على عباده وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مدح الصحابه الذين خرجوا في غزوه حمراء الاسد في اليوم التالي لغزوه احد بعدما اصابتهم الجروح، ثم ختام الصوره بالتفكر في السماوات والارض وصفات اولي الالباب وبيان جزاء الكافرين وجزاء المتقين. السوره رقم 4 هي سوره النساء، وسوره النساء هي سوره العدل والرحمه بالضعفاء. عايزه سوره النساء يا جماعه تحفظ كلمتين بس، لو حفظتهم هتستمتع جدا 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 وانت بتسمع سوره النساء. عدل ورحمه، سوره النساء يا جماعه ايه؟ عدل وايه؟ ورحمه بس. عايزك تحفظ الكلمتين دول بس، وبعدين بقى اقرا بقى واستمتع بقى بسوره الايه؟ بسوره النساء. السوره رقم 4 سوره النساء، سوره العدل والرحمه بالضعفاء. تنبيهاتها عامه قبل السفر مع السوره. تنبيه واحد، رغم ان اسمها سورة النساء إلا أنها ليست فقط عن النساء، بل هي عن كل المستضعفين في الأرض. دي حتة مهمة جدا.
سورة النساء بتتكلم عن المستضعفين، عن الرحمة والعدل بمين؟ بالضعفاء. مين بقى الضعفاء؟ النساء بس، لا النساء وغير النساء. أول حاجة النساء، ثاني حاجة اليتامى رقم ثلاثة، العبيد رقم أربعة، السفهاء رقم خمسة، أولها الضعفاء رقم ستة، المظلوم سبعة، الخائف ثمانية، المستضعف الأرض تسعة، الأقليات أي كل من يمكن أن يكون عرضة لإيه؟ للاستغلال. يبقى سورة النساء بتتكلم عن الرحمة بمين؟ بكل الضعفاء. سورة النساء تتكلم عن العدل والرحمة بالضعفاء، النساء، العبيد، الورثة الضعفاء، الخائف، الأقليات، اليتامى، السفهاء، المظلوم، المستضعف في الأرض. لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن الضعفاء؟ طب أنت يا شيخ، لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن الضعفاء؟ إشمعنى يعني؟ نقول لك لأن من طرق الكشف عن مقصد السورة اسم السورة وأول السورة وآخر السورة والكلمة المميزة والكلمة المتكررة في السورة، ودي حاجة مهمة جدا جدا إن إحنا نركز في بداية كل سورة وفي آخر كل سورة، ونركز في اسم السورة ونركز في الكلمات المميزة أو الكلمات المتكررة في السورة. فمن ضمن الكلمات التي تكررت في سورة النساء كلمة إيه؟ كم مرة؟ طب هل هذا اللفظ أتى في غيرها من سورة الكريم مرة واحدة بس سورة إيه يا جماعة؟ قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم إيه؟ هي دي المرة الوحيدة اللي سورة اللي في غير سورة النساء هي اسم الإيه؟ المستضعفين. كم مرة بقى غيره بقى؟ أربع مرات في سورة يا جماعة وفي سورة النساء. تاني حاجة، أول صفحة في سورة النساء بتتكلم عن إيه؟ ربنا اللي بيتكلم عن إيه؟ وخلق منها إيه؟ زوجها النساء. هنا وقابل ايه؟ هنا وين خفت ما تكتبوا فين؟ فانكحوا ما طاب لكم من الايه؟ وقابل اللسان ايه؟ الصداق والمار. وهنا وابتلوا مين؟ كل الصفحه بتتكلم عن مين يا جماعه؟ عن مين؟ عن المرأة ومين؟ والمرأة واليتيم. النبي سموهم ايه؟ الضعيفين. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني احرك وشدد في الحق الاسم، اللهم اني احرك حق الضعيفين اليتيم والايه؟ والمرأة. أيضا ورد لفظ النساء في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وآل عمران واحدة فقط، والمائدة مرة، والأعراف مرة، والنور مرتين، والنمل مرة، والأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة. فسورة النساء هي حاز على أكثر سورة يذكر فيها لفظ الإيه؟ لفظ النساء. تنبيها، وده مهم جدا، إن هذه السورة ليست لظرف الدموع على هؤلاء الضعفاء ولا حتى للحث على التعاطف معه، بل هذه الصوره نزلت لتغيير وضع هؤلاء الضعفاء. تغيير وضع هؤلاء لا يحدث بالمواعظ ولا بالنوايا الحسنه فقط، بل بالقوانين بتغيير الاوضاع التي قادت الى استغلال ضعف هؤلاء. ولان الاستغلال الاكبر كان ياتي عن طريق جعل هؤلاء في حاله حاجه ماديه، وبعد ان كانت المراه في اغلب العرب تورث كما يورث المتاع عندما يتوفى عنها زوجها، فكانت المرأة أصلاً ما بتورث، ده كانت المرأة أصلاً بتورث. فجاءت سورة النساء لتجعل المرأة شريكة لإيه؟ أصبحت المرأة شريكة في الإرث كما الآخرين، وسيتغير بذلك حساب إرث الجميع في أول دروس إزالة الاستضعاف، توفير الاستقرار الاقتصادي. الله عز وجل بعد أن بين حق المرأة وحق النساء في الميراث عقب فقال: تلك حدود الله. وربنا بقى وعد من يستجيب له، فقال: ومن يطع الله ورسوله. وبعدين بقى والله هيحصي ربنا عز وجل اللي هيحصي ربنا عز وجل لو مش هيدي المرأة الميراث. وقال الله عز وجل: يدخله ايه؟ نارا خالدا فيها وله عذاب ايه؟ يبقى ربنا عز وجل قسم الميراث بسورة النساء واعطى الرجل حقه واعطى المرأة حقها، وسمى ده يا جماعه ايه؟ حدود، وحذر من يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. رسائل السورة. أول رسالة بتقول لك: العدل مع الضعيف أرقى أنواع العدل. شيء طبيعي أن يعدل الإنسان مع زملائه وشركائه في العمل ومع كل الناس حيث لا يراه الناس ويشهدوا عليه. أما أن يعدل مع الضعفاء مع النساء في البيوت حيث لا يراه إلا الله ولا يملك أحد أن يحاسبه غير ضميره خوفا من الجبار، فهذا أرقى أنواع العدل. عدل القوي مع الضعيف، عدل من يخاف الله أكثر ممن يخاف الناس.
سورة النساء بتقول لك انت عشان تبقى انسان قوي جدا وتبقى راجل اعدل مع الضعيف. اما العدل مع القوي يعني انت جارك راجل غني جدا فانت بتعامله بالعدل. هو دي بقى يعني دي الرجوله. لو انت لو ما عدلتش هو اصلا جارك القوي ده هياخد منك حقه منك بالدور ولا بالعرض. ده انت يعني يا دوبك بس حقك بالعافيه لانه قوي. اقل قيمه الرجوله فين؟ انك انت تعدل مع مين؟ مع الضعيف. فاول رساله اول رساله في السوره ان العدل الحقيقي مع مين؟ مع الضعيف وليس مع الايه؟ ليس مع القوي. الاسلام وحقوق النساء في تثبيت الصوره باسم النساء اشاره الى ان الاسلام كفل المراه كفل حقوقها ومنع عنها الظلم والاستغلال واعطاها الحريه والكرامه. وهذه الحقوق كانت مهدوره في الجاهليه الاولى وفي كل جاهليه. فهل سنجد بعد هذا من يدعي ان الاسلام يضطهد المراه ولا يعدل معها؟ طبعا لا. اقرا سوره النساء بنيه تطبيق العدل في حياتك مع زوجتك اولادك ووالديك ومع الجيران وكل المجتمع. وكلما احسست بان العدل قد نقص في حياتك فعليك ان تقرا سوره النساء سوره العدل وان تعرض نفسك على اياتها. تعالوا ننوي الان واثناء القراءه والدراسه ان نعدل مع كل الناس خاصه مع مين؟ مع الضعفاء. تعالوا نعاهد الله على ذلك. العدل في اول ايه تبدا الصوره بدايه واضحه جدا بتبين مقصودها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الآية تخبرنا بأن الأصل الإنساني واحد من نفس الإيه؟ وخلق منها زوجها وإيه؟ هذه آية فعل النساء قد خلقنا من مين؟ وفي هذا دعوة صريحة للرافة ايه؟ بهن ده هم مخلوقين من مين؟ من الرجال. ثم تحذر الآية الثانية من ظلم نوع آخر من المستضعفين. يقول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وبعد ذلك يأتي قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. تحذير لظلم اليتامى. كان العرب يربون اليتيمة فينفقون عليها من مالها فإذا كبرت وأراد أن يتزوجها وليها فقد يبخسها في مهرها ولا يعطيها مهرا مثل ما يعطي غيرها من النساء. فآت الآية ليدافع أيضا عن تلك الفئة المستضعفة من الإيه؟ من النساء. ثم شرط الله عز وجل شرطا لإباحة تعدد الزوجات للخوف من وقوع الإيه؟ الظلم على المرأة. فقال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أشرط تعدد الزوجات يا جماعة ثم العدل. طب أنا إنسان ضعيف مش هقدر أعدل إلى إيه؟ وفي هذا انصاف لمين؟ للمرأة وعدم ظلم الايه؟ المرأة. المهر حق للزوجة معطيه بالنفس، عايز تتزوج المرأة لازم تديله ايه؟ المهر. يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والعدل مع السفهاء، هنا بقى السفيه ده انسان ضعيف، وطبعا مش شرط يكون السفيه يتيم، ممكن يكون السفيه غير ايه؟ عليتين. فيقول الله عز وجل عن أموال السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طول ما هو سفيه. طب لو كان هذا السفيه طفل وكبر وأصبح راجل راشد هنعمل ايه في هذا المال؟ حق اليتامى في المال عند سن الرشد. تأتي الآية السادسة لتقرر حق اليتامى في المال إذا بلغوا سن الإيه؟ الرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. خد بالك لما ربنا هنا سماه أموال له فنسب المال لمين؟ لليتيم. طيب هنا ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء إيه؟ هو نفس المال بس لما كانوا سفهاء ربنا سمى المال مال الولي. اموالكم انتم وكان المال مال مين؟ مال الولي. فلما الاولاد بقى كبروا واصبح رشيد ربنا قال لهم فادفعوا اليه ايه؟ اموالهم هم. مع ان في
مين اصلا؟ بتاع اليتيم. كانت المرأة لا ترث، فجاء الإسلام واعطى المرأة الميراث. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا، رجال تورث وإخواتهم البنات يورثوا، ونصيبا يا جماعة مفروضا، ربنا الذي فرض ذلك. ثم تأتي آية 9، الآية 9 تصحح مفهوما سائدا عند الناس. يقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم الآية 10 تحذر من الظلم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم هذه الرقم 11 لتفصل أحكام وحقوق الرجال والنساء بالتفصيل، فيقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعلم الله عز وجل الأساس هنا العدل وليس المساواة، ليس تقسيم الإرث على أساس الأفضلية، وليس بنسب التساوي بين الزوج، وإنما على أساس الواجبات. وده يا جماعة اسمه العدل وليس المساواة. العدل أنت لو عندك ولدين، ربنا يعافي أولادكم جميعا، عندك ولد مريض بتصرف عليه في الشهر 1000 جنيه، هل من العدل ان اخوه بقى الصحيح اللي مش مريض اديله 1000 جنيه؟ لا، العدل ده ايه؟ العدل ان ده مريض ياخد 1000 جنيه واخوه الصحيح ما ياخدش حاجه، لان هذه المراه البنت ديت اللي بتاخد نص الذكر هي اصلا ما بتصرفش على جوزها، ده هو جوزها اللي بيصرف ايه؟ امال مين بقى اللي بيصرف الايه؟ الراجل. فكان الطبيعي ان الراجل ياخد اكتر من ايه؟ وده اسمه يا جماعه العدل وليس الايه؟ المساواة. العدل في الميراث بين الزوجين فصلت الآية ميراث الزوج وميراث الزوجة. أيضا ربنا عز وجل بعد ما ذكر المواريث حذر ورحب، أيضا أمر الله عز وجل بحسن معاشرة النساء، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وحرم الله عز وجل العضل. كرهت زوجتي يعني عندها بعض الأخطاء وكرهتها، ماذا أفعل؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب مش عارف أصبر وعايز بقى الله بقى وخلاص، هعمل فيها إيه؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه الآيات تجمع بين العدل والواقعية في التعامل مع المرأة. فأولا عاشرهن بالإيه؟ بالمعروف. طيب ولو كرهتها تعمل إيه؟ تصبر. طيب مش عارف أصبر، إذا لم تستطع الصبر وقررت إنك أنت تتزوج امرأة أخرى فإياك أن تأخذ من مهرها شيئا حتى ولو كنت أعطيتها مالا كثيرا تضطر من الإيه؟ من المال. وربنا عاتب ووبخ فقال: أتأخذونه إيه؟ بهتانا. إذا أراد تطليق امرأته احتال ليسترد ما دفعه له من مهر متذرعا بوسائل كثيرة، يجيب بقى أي قهر وخلاص، منها الرمي بالإيه؟ بالفاحشة بهتانا حتى يدفعها ويضطرها إلى رد كل ما يبنى المهر. فوبخته الآية بقوة، وجعل الله عز وجل ميثاق الزوجية ميثاقا غليظا. وهناك أيضا صور أخرى لتكريم المرأة في الإسلام، أيضا الزواج من العبيد. الزواج أباح الإسلام الزواج من العبيد، فقال الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. خلي بالك بإذن أهلهن، هم العبيد مالهمش أهل، خلي بالك هي لها سيد، العبيد لها سيد مش أهل، ولكن ربنا
يعني ترقيقا لقلوب العبيد سماه ايه؟ سمى سيدها ايه؟ اهلها سبحان الله. فقال الله عز وجل فكحوهن باذن اهلهن ولم يقل باذن دين. امر الله عز وجل النساء بالمحافظه على السمعه، فقال الله عز وجل للنساء ولا متخذات اخدان. ثم خفف الاسلام العظيم العقوبه على الضعفاء، يعني الاسلام بيخفف العقوبه على الضعيف، وهذا عكس ما نرى في القوانين الرومانيه والهنديه القديمه، وفي حين الاسلام يرغب بالطبقات الضعيفه ويخفف على الايه؟ العقوبه. ثم امر الله عز وجل بالعدل في الاموال والانفس، فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. ثم امر الله عز وجل بالقتال للحفاظ على حقوق المستضعفين. وما لهم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ثم أمر الله عز وجل بالعدل حتى في أثناء القتال، وأيضا من مراحل عدل إيه؟ ومن مظاهر الرحمة اللي هو ايه؟ اللي هو القصد بالايه؟ الصلاة. العدل مع الاقليات غير المسلمة. حصلت في المدينة حادثة سرقة، فالمتهم يهودي، المتهم ايه؟ يهودي. وخلاص اليهودي متهم بالسرقة. فنزل القرآن الكريم ليقول أن اليهودي بريء والمتهم هو مين؟ الأنصار. ولكن الإسلام دين العدل والايه؟ والرحمة، برأ ساحة اليهودي وأنتج التهمة بمين؟ أهو نصل الى العدل مع الاقليات غير المسلمه في المجتمع المسلم، وذلك ان احد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من الانصار سرق سرق واتهم يهوديا، علم مسلم اخر بالامر وشهد زورا حتى لا يتعرض المسلم للحد، وذلك تحت حجه الاخوه، فنزلت الايات تخاطب المسلمين وتبرئ اليهودي وتنصب التهمه بالايه؟ بالمسلم. ثم عودة أخرى إلى الرحمة بالنساء. ثم أمر الله عز وجل بقى بالقسط مع كل الناس، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. سورة النساء تتكون من ثلاث أقسام، القسم الأول من 1 لـ59 وأبرز الموضوعات الرحمة بالضعفاء، القسم الثالث من 60 لـ104 وابرز الموضوعات خطوره المنافقين، القسم الثالث من 105 لـ76 وابرز الموضوعات العدل. تعالوا خد بقى كل قسم لوحده. في القسم الاول اللي هو من 1 لـ59 يتكلم الله عز وجل، ذكر الله عز وجل رحمه بالضعفاء بالمحافظه على اموال اليتامى والعدل بين الزوجات واعطائهن اجورهن والمحافظه على اموال السفهاء. ثم من 7 لـ14 من احكام المواريث وحكم اكل اموال اليتامى. ايضا من 15 لـ18 عقوبة الزنا قبل النسخ وانواع التوبة. ايضا من 19 لـ25 الرحمة بالنساء وحسن عشرتهن، ثم بيان المحرمات من النساء وشروط الزواج بالإماء، ثم عقوبة العقوبة اذا فعلنا الفاحشة. ايضا من 26 لـ33 سعة رحمة الله وحرمة مال المسلمين وتجنب الكبائر. من 34 لـ35 العدل داخل الأسرة عن طريق طرق فض النزاع بين الزوجين، ومن 36 لـ43 وصايا المؤمنين وبعد أحكام الصلاة، ثم من 44 لـ57 بيان صفات اليهود وجزاء الكافرين وثواب المؤمنين، ثم من 58 لـ59 الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل وطاعة الله. القسم الثاني بيتكلم عن خطورة المنافقين، من 60 لـ71 بيان حال المنافقين للتحذير منهم ثم الحث على الجهاد، من 72 لـ87 بيان حال المنافقين وضعيف الإيمان الذين يتبقون عن الجهاد ويبطئون غيرهم للتحذير منهم. أيضا من 88 لـ99 اختلاف الصحابة في المنافقين الذين أظهروا الإسلام ولم يهاجروا، هل يقاتلون في غزوة أحد أم لا؟ فجاءت الآيات بكفرهم. أيضا من 92 لـ93 حكم القتل الخطأ والقتل العام، ثم الحث على الجهاد والهجرة وبيان قسم الصلاة وصلاة الخوف. آخر قسم اللي هو القسم الثالث، مثال رائع للعدل
صاف يهودي اتهم ظلما بالسرقه واداره منطقه امروا عليه وهو راجل من ايه؟ من الانصار. النجوى لا تخفى على الله والتحذير من مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وخطر الشرك، ثم التحذير من ظلم النساء في الميراث والمهر وبيان النشوز وطرق الاصلاح بين الزوجين، ثم العدل التام في جميع الاحكام، ثم بيان احوال الناس وجزاهم المنافقين الكافرين المؤمنين اهل الكتاب، ثم بيان وحدة الرسالات فالوحي ثابت والرسل متعددون، ثم اخر ايه ميراث الاخوه. فكل واحد يا جماعه يقرا سوره النساء ويستشعر ان ربنا بيقول له ارحم الضعيف، ارحم المراه، ارحم اليتيم، وطبق العدل ده مع كل الناس وخاصه الضعفاء، لان ده طبيعي كده كده مع القوي هتبقى عندك عدل. يعني انت مش هتعرف تظلم القوي، القوي اصلا يعرف يجيب حقه منك كويس، فطبق العدل مع مين؟ مع كل الناس وخاصه مع الضعفاء. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.